السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شباب؟ شلونكم؟ طيبين؟ معكم فايز، جايب لكم اليوم تجربة لعبة جديدة اسمها Growth. بس قبل أن نبدأ شباب، لا تنسون اللايك والاشتراك، من اللايك، وخلونا نبدأ بسرعة. فايز، وش اللعبة هذه؟ لعبة Growth. أول شيء شكرا 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 من جد، شكرا للمطورين على الدعم للفيديو هذا، من جد شكرا لهم، فدعموني وعطوني اللعبة، قالوا فايز جرب بعد اللعبة راح تعجب، فشكرا لكم. بتحصلون رابط اللعبة تحت حق ستيم. طيب، لعبة Growth ما أعرف عنها أي شيء. هذه اللعبة شفت المنظر كده، فخلونا نشوف. طيب التوتوريال. أوكي. طيب يا شباب، أنا فهمت اللعبة، إن شاء الله أني فهمتها. لعبة شوي بصراحة معقدة، لكن فهمتها. توقعتها مو نفس اللي أنا توقعته بصراحة، توقعت أنا أنها تركب يعني العوالم تركبهم مع بعض، لكن اللعبة لا، مختلفة جدا مختلفة. فكرة اللعبة مرة حلوة. الهدف أنك توصل المنطقة هذه والمنطقة هذه، ويوصل عندك السكور هنا يصير 100%. المنطقتين عندنا هنا غابة وعندنا هنا غابة، توصلهم يا بالغزال يا بالبور، حلو، أو بالنحلة، بس حاليا ما اكتشفنا نحلة. كيف توصلهم؟ تجيب الغزال أو خنزير، مثلا الغزال نقول له يمشي تحت بالمربعات. الغزال بس يمديه يمشي على الأخضر، حلو. الخنزير يمشي بأي مكان يستكشفه. النحلة تمشي بس على مكان الزهور، بتشوفونه بعدين قدام. أوكي طيب، وعندنا هنا غزالين بس، عنده يعني حركتين من الغزال وحركة بس من البور عشان نوصل هنا. كيف نزود الحركات؟ يمدينا، بس كده راح تخسر. يمدينا شبكناهم مع بعض، يعني صار في غزال هنا في غزال هنا، المربعات هذه شبكناهم مع بعض راح يعطونا غزال ثاني. هنجرب، ماني أشك إنه بيعطونا، شوف ها كتب بلس واحد، بس راح نخسر خنزير. ياه ليش لا؟ أوكي صار عندنا ثلاث غزال. طيب ثلاث غزال، يمدينا نجي هنا نحطهم هنا، راح نكسب خنزير وغزال. رجعنا خنزير وصار عندنا ثلاث غزال. حركة حلوة. طيب فهمتم؟ إن شاء الله فهمتم. طيب الحين نبي ننزل تحت، إن شاء الله إنها قريبة. فايز قريبة واضحة. أوكي بنمشي هنا. أوكي الحين في نهر هنا، في ماء ما يمدينا نوصل. الغزال والخنزير ما يمديهم يقطعون النهر. اللي يقطع النهر النحلة، والنحلة منطقتها الصفرة هذه، فلازم نستكشف النحلة. هذا شيء صعب بصراحة. طيب أنا بستكشف هذا عشان أخذ غزال، بعدين بأخذ غزال. لا، يمدينا نخسر غزال ونأخذ نحلة صح؟ لا بقدم شوي، برجع الغزال. أوكي طيب، هو بس بك هذي مع هذي ما يعطينا، ليش مفروض؟ دقيقة، يا لازم نخسر غزال. طيب أنا أذكر إذا حطيته هنا نفس ما قالوا إنك تكسب، زي قبل شوية يوم كسبنا، طونا زيادة خنزير وغزال، بس ما أدري إيش صار. طيب مو مشكلة، خلونا مثلا نجي هنا ونستكشف النحلة. حلو، خسرنا غزال لكن صار عندنا نحل. النحل يمديه يقطع شو اسمه، أوكي النحل، الحين صار عندنا نحلة بس خسرنا غزال، بس النحل يمديه يقطع النهر، وهذا اللي أبغى يسوي، أبغى يجي هنا. هل في نحلة ثانية يمدينا ناخذها؟ لا، أنا ما أدري إذا شبكتهم مع بعض يعطينا شيء ولا لا، النحل مع الغزال، والله ما أدري، أكيد نشرحوها بس أنا كنت مفحي. طيب بخلي كذا، ما استفدنا شيء. اوكي لو عندنا خنزير كان يجيبني. النحلة ما استفدنا منها اي شيء. طيب انا بجرب هذه، بشوف هل يعطونا، لان ما احس ان شبكات مع بعض، والله ما ادري. اوكي ما اعطونا، يخرب بيتكم. اوكي بيعطونا خنزير هنا، حلو خنزير، بس خسرنا غزال. اوكي هنا يس اخذ غزالين. طيب يمكن طريقنا من هناك خطأ، بنجي من الطريق هذا. خسرنا غزال،
أو خسرنا الخنزير بس مو مشكلة. ودي أروح تحت بس المنطقة لازم يكون في أخضر. أنا ما أبغى أمشي فايز، لازم تمشي كذا، لازم يلت في مربع بس يمدينا ناخذ يصير نجمعهم مع بعض. طيب أنا بمشي هنا أوكي، إن في أخضر هنا يعني مفروض في غابة. أوكي في غابة بس إن هنا ما في غابة. أوكي أتوقع إن خسرنا يا شباب صح؟ أتوقع بليز أي غزال أي لا هنا صعب. طيب خلينا نغير اتجاهنا، يمكن هنا نحصل شيء. أوكي في هنا شيء حلو، للحين ما استفدنا شيء. اوكي انا ابغى اقرب عشان اخذ غزال. اوكي اخذنا خنزير حلو. طيب بحاول اجمع حاليا، بحاول اجمع المخلوقات لان باقي لي حركه بس اذا خسرتها خلاص. اوكي هنا ما يمدينا نجمع شيء. اوكي لازم بس الخنزير. هل الخنزير هنا يشمل؟ يس في منطقة ثانية خنزير بليز. اوكي طلع غزال هنا، يس اخذنا غزال حلو. يمكن الغزال هذا يفيدنا بشيء هنا. شوف مفروض هنا ان مشبوكات مع بعض مفروض يعطينا. اوكي في شيء هنا تو طلع هنا، ان شاء الله يعطينا غزالين. غزال واحد مشكلة، رايحين احنا منطقة طريق خطأ، احنا تحت مفروض نروح. بس يلا نكمل نشوف ايش يصير. اي غزال اي شيء هنا ما في. طيب خلينا نحاول الطريق الثاني. احنا كلب سبة النحلة، لو كملت من فوق افضل او من هنا يمين. لو العب الحين باي مكان راح اخسر، يجيني جيم اوفر. هذا شفنا ما في شيء. طيب هذه بليز قل لي فيه حركة بدك تسويها. بليز بليز ما في شيء. اوكي في شيء طلع هنا. اوكي كمل حلو. يس رح ممتاز حلو، عطونا اثنين رحنا بالنص. مو مشكلة راح نصل هنا ان شاء الله. اوكي في خنزير هنا، انا ما ادري ليش. دقيقة هنا. اوكي نفس الشيء يعطيك غزال او يعطيك خنزير بس ما يمديك تستخدم هنا، لو اخذته هنا يمديك استخدمته هنا. شفت يا فايز؟ شفت مديني العب هنا اخسر خنزير او اخسر غزال اخذ خنزير بداله. طيب الخنزير اللي هنا ما يمديك يقطع النهر. طيب هل يمديك؟ اوكي تعال هنا مو مشكلة. يس اذا شمكت مع بعض هذا اللي كنت اقول، يعطيك غزلين وخنزير. يس هذا اللي ابغاه. طيب اذا شبكت هذه وهذه ما يمديك تشبك كلهم بعاد. طيب حبة حبة، اذا شبكت هذه وهذه ما يمديك. هذه هذه ما يمديك. طيب خلونا نكمل هدفنا. بخلي الخنزير يستكشف المنطقة هذه كلها. هل في شيء الغزال هنا ياخذه؟ ما اتوقع. يا بخلي الخنزير فايز لاخر الغزال. يا وقت الغزال ليش يصير في نهر؟ المشكلة هذا ما يمدي نستفيد منها شيء. اوكي بكمل هنا ما خسرنا غزال. اوكي حلو، وهنا راح يعطينا خنزير بس نخسر غزال. اوكي هنا في منطقة ما استكشفناها. كمل. توقعت ان افضل يعطونا بصراحة. اوكي بكمل هنا حلو. عدو بكمل اوه يعطينا غزال هنا. يس يمدينا الحين ندخلها. حلو 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 شغلنا تمام.
وصلنا المنطقة صح؟ 38 وصلتها. طيب هل في شيء نستفيد منه؟ لا. دقيقة، النحل لا الحين ما يمدينا، بس إذا استخدمت هذه هل في شيء يعني يمدينا نطلع؟ لا لا، هذه منطقة مرة خايسة. هذه مين مشبوكة مع بعض صح؟ لا بحط غزال عشان ما أخسر غزال، أخذ غزال يعطوني غزال، الحين يعطوني غزالي نفسي ما خسرت شيء بس يعطوني زيادة خنزيرين. حلو 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 حلو، خلاص هذه نهاية الماب. حلو خلصنا المنطقة هذه، الحين نبي نكمل المنطقة هذه بس لازم نشبكهم مع بعض، ومو لازم بس لا لا، مدام خنزير فخلنا ناخذ هذا عشان ما نخسر شيء. اوكي طيب، هنا هنا ما يمديك تسوي شيء، هنا في اشياء تقهر. هلا خاطر، طيب ليش احنا بنجي من هنا؟ خلينا نجي من هنا، يمدينا صح ان شاء الله. طيب خلينا نجي من هنا، يا بخلي خنزير واحد يجي هنا. بيكون في، اتوقع في بيكون في جبال مسكرة. اذا ما في استفهام ما راح اخاطر بصراحة، يا اتوقع هذه بالجبال بتكون كلها كذا اجباري بوقت تجي من هنا اتوقع، فمعناته لازم نستخدم النحل. اوكي اوكي اوكي، هذا ما راح نستفيد منهم شيء الا اذا مثلا جيت من فوق. مش كان هنا ما نستخدم الخنزير، فلازم نشبكهم مع بعض. السؤال، هل أخسر واحد عشان أشبكهم؟ يا ليش لا؟ طيب الحين يمدينا نستخدم خنزير هنا، بس نفس الشيء ما راح تستفيد أي شيء. أوكي، هذه أكبر خطأ اللي سويناها النحلة، هذه أكبر خطأ. أنت قل لي بليز يمديك تيجي هنا، هو يمديه بس بنفس الوقت ما يمدي انك راح تخسر. هل في شيء نسويه؟ نوب نوب، هذه في شيء تعطينا هنا؟ نوب. في شيء يعطونا هنا؟ نوب نوب. طيب معناته لازم نخاطر، حلو لازم نخاطر، نخلي الغزال يجي هنا. شفنا غابة بس ما مو نفس اللي مطلوب. ما يمدي نستخدم فيها أي شيء. دقيقة، إذا غزال بغزال ما راح أخسر شيء صح؟ يس. هنا ما في شيء. يا هذا لازم نحل، لازم نستخدمها بالنحل. هنا بيكون مسكر، بيكون في جبال واضحة. هنا بيكون النهر، بيكون نهر مو نهل، كنت بقول نحل، معناته لازم نستكشف نحل أكثر. عشان نستكشف نحل أكثر لازم نكتشف مناطق أكثر. أوكي طيب خلي هذا يمشي هنا. اوكي ما في اي نحل، نحتاج نحل. انا شفنا المنطقة هنا نحل، لا اوكي هل خنزير خليه يروح هنا؟ لا لا بخليه يروح من فوق. في نحل هنا،
يس حلو، أخذنا نحل ممتاز. ما راح استخدمه هنا، راح أنزل تحت. أوكي، وأقول للأخت الحبيبة هذه، شو تقول لفايز؟ أقول لها يخرب بيتك. ليش ما بدنا نستخدم هذه؟ طيب نحتاج نحل أكثر، فخلونا نكبر المنطقة شوي. أوكي، في نحل ثاني بليز، أي نحل زيادة، أي شيء. أوكي، في هنا شيء بصغة زال، لكن النحل ما فيه. أنت في شيء عندك هنا؟ أوكي، خمسة غزال، نبغى نحل. يخرب بيتك فايز، لو تكمل مني يمكن تحصل. ما في شيء هنا. أوكي، هنا ما راح نخسر شيء. يا زي ما توقعت، هذا بيكون كله جبل. اوكي، هنا في شيء. طيب خلونا نشوف اللي هنا، ما في شيء. لا، انت يمديك تروح المكان. انا ما ابغى اخسرهم. عايز عندك خمس. اوكي، هنا في شيء، ما في شيء. يعني نحتاج نحل، لازم نحل. هذا بيعطينا خنزير بس بيخسر منا. أنا ما أحتاج الخنزير حاليا، ما أحتاجه أبد. أوكي، هذا ما راح نخسر شيء. حلو، طيب هل يمديني أربطهم؟ لا. أوكي، بدأت تصير صعبة، بدأت تصير صعبة. الغزال ما يمدي يتعدى النهر. صدق، وين اللي كان في خنزير؟ لا، كانت هنا صح، في وحدة كانت تعطينا خنزير. الله، يس، هذه اباخذ واحد. اوكي كذا، اخذ غزال، ما استفدت شيء. توقعت بيعطوني خنزير الغذاء. طيب طلع شيء، تأكد شفت. اوكي، هنا بيعطيني غذاء، خلنا نكمل. ما في نحل زيادة. اوكي طيب، اخذنا الخنزير. الخنزير بخليه يجي هنا. ما يمديك، ما يمديك. هنا يمديك، ابغى استكشف المنطقه دي كلها. اوكي، اوكي، منطقه مره خايسه. هل اذا حطيت هذه هنا يعطيني غزال ثاني صح؟ او رجع نفس الغزال حقي، ما خسر شيء. اوكي طيب، هل يمديك تشبكهم مع بعض؟ يا استفهام، رح مو مشكله. حلو كذا، ما خسرنا شيء، شبكناهم، اعطونا خنزيرين. لعبنا تمام، لعبنا ما زال تمام. طيب الحين يمدينا نجي من هنا صح؟ يمدينا نجيب الخنزير او بالغزال، افضل بالغزال. اوكي، في نحل هنا لكن ما راح اخذه. لا، ابغى اشوف الغزال، هل يعطيني غزال؟ يس، يعطيني غزال. يس، حلو، عشان يصير الحين يمديني اتحكم بالخنزير. ما يعطيني اي غزال. طيب هل في شيء يعطيني خنزير ثاني بليز؟ قربنا، بس نحتاج يمديني خاطر، وهذا اللي بسويه. ممتاز، اخذنا منطقة طيور.
ما ادري شلون منطقة الطيور، لكن منطقة الطيور هل في طيور عندنا صار؟ لا اوكي في بيضة، معناته لازم نروح لها، معناته لازم نروح للطيور. لا مدام في غزال تعال هنا عشان ما نخسر غزال. طيب 74 ودي اشبكهم مع بعض بصراحة، بس المشكلة انه ما يعطيني اي شيء. اوكي ما راح اشبكهم. طيب مفروض خلصنا اللعبة صح؟ انا ما ادري مفروض تعطيني شيء انت تشبكت هنا؟ لا. طيب تحت تعطوني شيء؟ لا. هنا ما راح نسفجد، ان هذا بيكون كله جبال زي كذا. هنا في نحلة بس خلها تولي، خلنا ناخذها. اوكي اشوف هل تعطيني نحلة ثانية هنا شيء. يا اخي النحل مرة يا كار، لما كنت العب بالتوتوريال كان معطيني نحل كثير والحين ولا نحلة، طلعت روح تحصل واحدة. طيب هذا غزال، معناته غزال يبدينا يجي هنا. يس في غزال ثاني، كان ودي اشبك هذول بس فايز. طيب خلاص مو مشكلة صراحة مشكلة. طيب 75 عندي المنطقة هذه. هل انت عاد استفدنا منك شيء الحين؟ اوكي هنا يمدينا نستفيد منها. اوكي حلو، بعد ما فتحناه تشبكهم مع بعض منطقتين. هي المفروض الحين شبكتهم مع بعض بس عن طريق النحل. هل في شيء هنا؟ هنا خنزير ما يمدينا لأن ما شبكناهم. أوكي مو مشكلة مو مشكلة مو مشكلة، خلنا نروح فوق حتى خلص هذه. خلنا نشوف هنا يمدينا نسوي شيء. يس كمل غزال. لا خسرت خنزير، يخرب بيت الفاوة. المفروض خنزير رب الخنزير عشان ما أخسر بس. أوكي هنا في شيء يمدينا نسوي خنزير. طيب لا. أوكي في النحلة هذه، هل يمديني؟ ما راح تشبكهم. اوكي مو مشكلة. اوكي شبكنا المنطقة هذه كلها مع بعض، حلو. يمدينا نشبك هذه بعد. اوكي بالخنزير يمدينا نشبكهم. اوكي. لا تقول لي يبون يشبكون المنطقة هذه كلها مع هذه. هي سهلة. الحين هذه مشبوكة من هنا صح؟ يمدينا نشبكها مثلا من هنا. لكن ربنا يعلم كيف. هل في شيء نستخدمه؟ ما في شيء، أي شيء هنا. هذه بتكون منطقة مسكرة. هذه ليش مين مشبوكة مع هذه؟ ممكن أبغى أخسر نحلة مو مشكلة، بس تكون هذه مشبوكة مع بعض. هذه للحين ما يمدينا. هذه ولا يمدينا شيء هنا. بوم 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 هنا يمكن. اوكي هنا ما يمدينا شيء. هل تقول لي خلاص ما يمدينا نسوي اي شيء؟ مستحيل.
خليها هنا. يس اوكي حلو، بطانة غزلين، ممتاز ممتاز. مشكلة انه اوكي في منطقة هنا. حلو، اربع اهم شيء ما نخسر، اهم شيء ما نخسر اي رايقو ان ما يمدي. طيب معناته بروح تحت ان شاء الله، في شيء تحت هنا ما يعطونا شيء. ليتني ما خسرت الخنزير، انا خسرته اني شبكتهم مع بعض. المنطقه دي كلها زي ما تلاحظون صارت مشبوكه مع المنطقه هذه، بس هنا لا، هل في شيء هنا؟ نوب. طيب انت مديك شيء هنا؟ اكره النحل، ما فيه. طيب يمكن هنا، مش كذا كان يحتاج خنزير وما معي خنزير، فهذا شيء مره. طيب خلينا نشوف المنطقة هذه كلها مشبوكة مع بعض صح؟ هنا يمكن هذه المنطقة مين مشبوكة، بس ما يمديني، يمديني أحط مثلا طريق هنا بس راح أخسر أرقام. أوكي لازم نخسر، أوكي بخسر واحد مقابل نحلة. طيب الحين المنطقة دي صارت كلها مع بعض صح؟ نشوف، يس صارت كلها مع بعض. طيب خسرنا واحد غزال مقابل نحلة اللي ما راح استفيد منها شيء. لحظة في منطقة نحل هنا، هل راح استفيد منها؟ ما اتوقع. من جد صارت صعبة. طيب هذا عنده شوية، يقول يمديه يستكشف منطقة كبيرة. الو هلا عرفت. الو 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 انا كنت احطه كذا اقول ما له اي فائدة، طلع لازم تحط تختار المكان اللي تحطه فيه. اوكي هو ما عندنا الا مرة واحدة بس يمديه نستخدمه. طيب خلوني احطه هنا. ممتاز، بس ما يمدينا نتحكم فيها. اوه شيت. طيب هل يمدينا نوصل احد هنا؟ هل يمدينا نوصل؟ ما توقعت تصير زي كذا، توقعت منطقة تكون لي يمدينا نتحكم فيها، بس للأسف لا ما يمديك. يخرب بيت الشغلة، حطيت حتى مكان خطأ. اوكي تدري شو بسوي؟ بمشي هنا بغزال اوكي ما مشى، توقعت يمشي الغزال هنا يجي هنا، بس مو مشكلة مو مشكلة. اوكي حلو، يمديك يمديك فايز، يمدي صدقني يمديك، عندي احساس انه يمديك، بس ركز ركز. اوكي هنا ما يمدي، انت ابغى بس يقرب هنا. ابى اتور واخذها، اذا تورت واخذتها راح اخسر صح؟ بليز نبغى غزال بس ثاني وخلاص، ما اتوقع فيه. اوكي بنت هاور ناخذ هذه، يصير يمدينا نتحكم بالنحله. اوكي لو مو مفروض تكون نحله، جبنا العيد. توقعت اذا صرت عليها يمديك تخليها تصير حقت نحل.
ما عندي الا نحله اللي ما راح استفيد منها ولا شيء. اوكي هنا. اوكي اعطوني غزال، رجعوا لي اعطوني غزال. اوكي ما راح اقول لا شكرا. يس اوكي. بليز سلكولي بليز. هنا هنا. اوكي في نحله هنا. اوكي ما عندي الا نحله. بليز اي نحله اي شيء. لو نحلة تسليكية. هنا في شيء. اوكي اتوقع ان خسارتنا كم؟ 93. يا اخي قهر باقي شوي نفوز. طيب في مكان نحل اللي هنا. يعني جيت قبل قبل شوي، كنت بقول قبل فترة، قبل شوي ما في اي مكان. اوكي ما في اي شيء. طيب هذه المفروض يمدينا نستخدم فيها النحل. المفروض خليتها هنا. اي نحل اي شيء اي رقم. نحل غزال اي شيء بليز. لو العبها باي مكان خلاص خسرت. اوكي راح العبها باي مكان. وخلونا نقول يور سكور 12345. طيب يا شباب ابني الحلقه هنا. للاسف خسرنا مره شيء يقهر بصراحه، مره شيء يقهر. فاذا عجبتكم اللعبه لا تنسون اللايك والاشتراك، ونشوفكم في حلقات جايه. كان معكم فايز، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.